فقط نريد الاطمئنان بداية عن وضعك الصحي. أولا أريد أن أشكر قناة الحرة على اهتمامها لمنطقة الريف وخصوصا لحراك الريف. أنا الحمد لله وضعيتي الصحية مستقرة حاليا، لكني أمر كثيرا بضغوطات نفسية وانهيارات عصبية نظرا للضغوطات التي مريت بها أثناء فترة اعتقالي، أثناء فترة التحقيق والاعتقال في السجن. سيليا، الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من مصادر خاصة هي اعتمدت عليها، قالت بأن هناك انتهاكات جسيمة وقعت على المعتقلين خصوصا من شباب حراك الريف، ووثقت بعض الاعتداءات أثناء التحقيق وبعد التحقيق حتى. هل تطلعين على ما حصل معك شخصيا أو ما سمعتيه من الآخرين الموقوفين كانوا معك؟ أحسن أخي لأكون معك واضحة، أنا أثناء فترة اعتقالي أو أثناء فترة التحقيق كنت لوحدي، لم أرى أحد من نشطاء الحراك في ولاية الأمن بالدار البيضاء. أو أنا تعرضت للتعذيب النفسي، أنا تعرضت للغوطات، يعني الانتهاكات، طعنت في شرفي كثيرا من الأمور من هذا القبيل، هذا الذي عرضني جعلني أن أكون مريضة نفسيا. أنا لا أريد أن أضغط أكثر بالحديث سيليا، ولكن إن كان باستطاعتك الحديث عن هذه الفقرة التي قلت بأنهم طعنوك في شرفك، ما الذي حصل؟ هل تقصدين استخدام إهانات وشيء من هذا القبيل؟ العنف اللفظي فقط، العنف اللفظي، وهذا شيء خطير جدا بالنسبة للفتاة أو الشابة. إذا تم إسماعك كلام وشتائم وعنف لفظي مثل ما عبرت عنه من قبل؟ نعم، في الحسيمة، نعم في الحسيمة قبل نقلي إلى الدار البيضاء أثناء محاولة القبض علي. في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر الزفزافي قائد الحراك الشاب الذي ما زال معتقلا هناك، وهو يكشف عن جسده. البعض قال بأنه حتى يثبت بأن لا تعذيب هناك، والبعض قال بأنه انتهاك لخصوصية هذا الشخص. هل تم إجراء أي شيء من هذا القبيل معك أو الطلب أو المحاولة؟ أجل أنا أيضا تم هذا الإجراء معي، وأحمل كامل المسؤولية للقوات الأمنية المغربية إذا تم تسريب أي شيء من هذا القبيل، أحملهم كامل المسؤولية، لأن كل أغراضي الشخصية حجزوها معهم، وأحملهم كامل المسؤولية، لأن أنا أيضا صار معي هذا الإجراءات القانونية التي كما يسمونها. وأنا لم أرى الفيديو الذي سرب للناشط المعتقل ناصر الزفزافي، لأنني كنت في السجن.